السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتي من جديد. النهاردة يا جماعة هنتكلم عن الأكواب الزجاجية، الكوب الزجاجي. كنت أنا اتكلمت في لقاء عن الكاسات، في فرق ما بين الكاس اللي هو بيتشرب فيه الخمرة ده والعياذ بالله، وفي فرق ما بين الأكواب الزجاجية، الكوب الزجاجي العادي. بالنسبة للرجل، امتلاكه في المنام امتلاكه للأكواب الزجاجية خير كبير، بل ومال من حلال طيب. من أفضل رؤى الرجل المتزوج أنه يشوف أنه في المنام يمتلك أكواب زجاجية. رؤيتها مكسورة أو غير نظيفة تدل على المتاعب والمشاكل التي ستقع عليه في المستقبل. أما رؤية الأكواب الزجاجية في المنام ولكن لا يملكها تدل على النساء الجميلة، مش بس كده، وتدل على المرأة الصعبة التي يستحيل الوصول إليها. لو إن الرجل في المنام شاف أكواب، الأكواب دي بتنعكس عليه في حياته، يبدو إن في امرأة، هذه المرأة يريد أن يتقرب منها، لكن هذه المرأة صعبة المنال. رؤية الأكواب الزجاجية فارغة تدل على اللهو وعلى العبث وعلى التفكير في الأمور الغير مهمة والتافهة، ومع شديد الأسف. طب بالنسبة للمرأة المتزوجة الممتلئة، الأكواب الممتلئة بالنسبة للمرأة المتزوجة تدل على الحمل، الفارغة تدل على النقص في المال، ان المال بتاعها هينقص لاي سبب ما. بالنسبة للممتلئة بالعصير رزق ومال، وقيل امان من مخاوف في امور او في مشاكل هي تعيشها وقت رؤيتها لهذه الرؤية. فحينما ترى المرأة المتزوجة الاكواب الزجاجية مليئة بالعصير، دي بشارة خير بيقول لها ما تقلقيش، أنت في أمان. أما بالنسبة للمرأة الحامل، الأكواب الزجاجية المليئة بالخمر المولود أنثى، والأكواب الزجاجية المليئة بالعصير المولود ذكر. أما بالنسبة للبنت العزباء الممتلئة بالماء أو الممتلئة عموماً تدل على الأمان وتدل على الاستقرار والطمأنينة. أما رؤيتها فقط تحقيق أمنية غالية، ويمكن النقطة دي أنا ذكرتها في فيديو علامات لو رأيتها سوف يتحقق لك أمنية صعبة صعبة المنال، رؤية الأكواب الزجاجية. فالبنت العزباء حينما ترى الأكواب الزجاجية تحقيق أمنية غالية، وقيل خطوبة أو زواج. انتظرونا في اللقاءات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.